اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قرارين بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد المنصوري وبتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة محمد جمعة نابوده.